بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على مصطلح البيم، واحنا هنا في الفيديو دوت معتمدين بشكل اساسي على كتب ومحاضرات وصور الدكتور بلال سكر. طيب احنا هنقول ان تكنولوجيا البيم او بيلدينج انفورميشن موديلنج او نمذجه معلومات البناء وليس نموذج معلومات البناء. احنا بنتكلم على عمليه النمذجه وليس النموذج. احنا نموذج معلومات البناء، يبقى احنا محتاجين نعرفه بان هو مجموعه من التكنولوجيات والعمليات والسياسات وليس سوفت وير. يعني هو السوفت وير والادوات والبرامج دي جزء من التكنولوجيا، جزء من التكنولوجيا، والتكنولوجيا جزء من البيم وليس كل البيم. يعني المفروض معنا تكنولوجيا وعمليات وسياسات على اساس ان احنا نعمل الموديل او النموذج اللي هيساعد الناس ويبداوا يستفادوا منه، ولازم يبقى عبر، يعني هيبدا امتى وينتهي امتى مع دوره حياه المشروع. يعني هيبتدي مع بدايه دوره حياه المشروع وينتهي مع نهايه دوره حياه المشروع، ويبقى في نوع من التبادل المعلومات وتبادل التصميم بين المصممين والمقاولين والعمال والناس اللي في الموقع والناس اللي في الاوفيس. تمام. طيب احنا لما بنقول بيلدينج، يعني نبدا بكلمه بيلدينج، ده احنا نقصد بيها ايه؟ هل نقصد بيها عماره او فيلا؟ لا، ممكن نقصد بيها اي حاجه الانسان بيبنيها. تمام. ممكن يكون مطار، ممكن يكون مجموعه كذا منشا، ممكن يكون محطات قطارات، ممكن يكون مدينه كامله. طيب لما بنتكلم على مدينه كامله او محطات القطارات، يبقى احنا كده محتاجين تكنولوجيا تحديد الموقع اللي هي الجي اس. لازم بنبدا نشوف ازاي نتعاون مع بعض بحيث ان الشغل بتاعنا يبقى كويس. تمام. ولازم يبقى في البيانات بتاعتنا منظمه وفي نظام ليها بحيث ان احنا نقدر نلاقي المعلومه وقت ما نحبها، ويكون المبنى حقيقي. تمام. بحيث ان احنا لما نيجي نعمل اي تحليل، سواء مثلا تحليل تكلفه او تحليل انشائي او تحليل حراري او تحليل للرياح او تحليل للشمس، كل الحاجات دي نقدر نعملها لو انت عامل النموذج بتاعك بشكل حقيقي ومدخل المعلومات. تمام. طيب عايزين نقول ان الموديل بيتكون من عناصر زي العمود، الشباك، الباب، الضغط، المكنه، الحاجات دي كلها، كل ده جزء من المبنى، بس في نفس الوقت هو في المعلومات بتاعته خاصه بيه. يعني انت لو عملت سيلكت عليه هو موجود جوه المبنى، بتلاقي المعلومات بتاعته، تقدر تدخل المواصفات بتاعته وتدخل كل المعلومات اللي انت عايزها في قلبي. تمام. طيب في النهايه الحاجه اللي بتطلع لك، في طبعا حاجات كتير ممكن تبقى مخرجات، بس هم بينقسموا بشكل اساسي لخمس انواع اساسيه. تمام. يعني انت ممكن تكون هتخرج صور، تخرج فيديوهات، تخرج برامتر. هم خمس انواع اساسيه اللي بيطلعوا، زي مثلا البرامتر، المناظير اللوغاريتميه، ثلاثيه الابعاد، الرسومات ثنائيه الابعاد، الجداول الزمنيه، الكميات، المواصفات. هما الخمس انواع اللي قدامك دول، هما دول اللي هيطلعوا من البيم. والاكثر اهميه ان انت هيبقى عندك تحليل قائم على النموذج، تقدر تشوف منه التصميم الحراري وتصميم الزلزال ودراسات الرياح. كل ان شاء الله النقط اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده ديت دي مجرد نبذات بسيطه، بعد كده ان شاء الله هتلاقوا كل حاجه موجوده بالتفصيل.